الدجاجة والثعلب. حضر الجد باكرا هذا الصباح إلى بيت حفيدته وداد، فوجدها في انتظاره. قالت وداد: صباح الخير جدي، هل ستأخذني إلى المزرعة؟ رد الجد: صباح الخير حفيدتي، نعم سأخذك معي إلى المزرعة وسأحكي لك حكاية جميلة ونحن في الطريق. قالت وداد: شكرا جدي، أنت تعرف كثيرا من الحكايات الشيقة، فما هي هذه الحكاية؟ قال الجد: كانت دجاجة تعيش في مزرعة كبيرة مع أفراد أسرتها. بنى لها صاحب المزرعة خما يتكون من غرفة للنوم وعش لتسكن فيه مع زوجها الديكي وفراخها الأربعة، وتضع فيه بيضا. ذات يوم خرجت الدجاجة من الخم تتبعها فراخها، واتجهت إلى حقل تكثر فيه حبوب الشعير والذرة. بدأت الدجاجة تحفر التراب وتنقر الحب بمنقارها وتقدمه لفراخها. وقف الديك بباب الخم يراقب أفراد أسرته، فرأى ثعلبا ماكرا يتسلل بين الأعشاب يريد أن يرتمي على الفراخ. نادى الديك فراخه: كت كت كت، احذر الثعلب. انتبهت الدجاجة للثعلب وخافت على فراخها فخبأتها خلفها ونفشت ريش جناحيها وغطت جميع الفراخ. جاء الديك مسرعا فنفش ريش جناحيه ومد رأسه وفتح منقاره وهجم على الثعلب، فنقره نقرة قوية على رأسه. تألم الثعلب كثيرا وصرخ: واع واع واع، وفر بعيدا. فرحت الدجاجة لأنها حمت فراخها، ورفع الديك رأسه مسرورا بدفاعه عن فراخه، وعاد الجميع بسلام إلى الخم. قال الجد: لقد اقتربنا من المزرعة، هل أعجبتك الحكاية؟ قالت وداد: أشكرك كثيرا جدي الحنون على هذه الحكاية الجميلة، لقد عرفت منها أن الحيوان مثل الإنسان يحب أفراد أسرته ويحميها.